فصل الربيع عمليا ليبدأ فصل الصيف وما يحمله من أفكار حول كيفية قضاء الإجازات للطالب والموظف والعامل بعد عام مليء بالتحديات والأزمات، فيجد اللبنانيون أنفسهم مخنوقين بحاجة إلى تمويه يفصلهم عن واقعهم المحبط والمرير. وبالطبع فإن البحر في الصيف هو المقصد الطبيعي للجميع، فهل سيتمكن هؤلاء من التمتع بإجازاتهم في مسابح اعتادوا ارتيادها مع انهيار دراماتيكي للعملة الوطنية الذي انعكس جنوناً في أسعار الدخول إلى هذه المسابح؟ سيطلعكم هذا التقرير على أسعار الدخول إلى المسابح وفق المناطق والتصنيفات السياحية. بدي أسألك قديش تدخلي عندكم؟ تدخلي 10 دولار للكبار و 6 للصغار أو على سعر الفرد. الدخولية 480,000 280,000 للولاد. $20 weekdays, weekend 25. $30 جمعة سبت أحد وهوليديز، وبنص الجمعة $25 على ريت 37. Weekdays على كبار 300,000، weekend 400 وعلى الولاد كل الجمعة 250,000 weekdays 300,000 weekend. أسألك قديش لدخولية؟ ويك دايز 100,000 على الصغار، 200,000 على الكبار، ويك أند 150 ب300. متنين للجمعة على الكبار 125,000، على ولاد السنتين العشر سنين 75,000، سبت أحد 150 الكبار و 100,000 الولاد. دخولية $25 باليوم العادية، $30 بقية الجمعة سبت أحد. ويك دايز 300، ويك أند 400، الذهاب إلى المسبح لا يقتصر فقط على الدخول، بل يتعداه إلى كيفية الوصول. فبعد وصول سعر صفيحة البنزين إلى 598,000 ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 36,000 ليرة، ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 4600 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كيلومتر لكل 20 لتر بنزين. فإليكم تكلفة البنزين ذهاباً وإياباً: من بيروت إلى جونية 230,000 ليرة، من بيروت إلى جية 258,000 ليرة، من بيروت إلى جبال 370,000 ليرة، من بيروت إلى صيدا 404,000 ليرة، بيروت إلى البترون 506,000 ليرة، من بيروت إلى طرابلس 736,000 ليرة، من بيروت إلى صور 754,000 ليرة. أمام هذا الواقع وفي عملية حسابية بسيطة نصل إلى المعادلة التالية: تكلفة عائلة صغيرة من 4 أفراد لارتياد مسبح في عطلة نهاية الأسبوع تبدأ بمليونين ليرة، بالإضافة إلى تكلفة النقل التي تعادل 400,000 ليرة، وذلك بحسب المنطقة. مسكين أيها اللبناني، بدل من أن يبرد البحر عطشك للحياة ويفشلك خلقك، أصبح يذكرك بواقعك الصعب والحزين. ومسكين أنت، حتى التمويع عن النفس بات بالعملة الصعبة التي لم تعد تملكها. وأنتم، هل تموهون عن أنفسكم وتقصدون المسابح؟ شاركونا تعليقاتكم.